يلا يا اخوان كلي ثقة كلي ثقة امشي طبيعي ليش اركض واثير الشبهات امشي طبيعي الله خلصنا خلصنا يا الهطف يا الهطف انتو يا شفوني يا خلونا انجلترا ايش رايكم حقة القصر ما شاء الله هذا لبسي وهذا مسدس يمديني اختار ملابس غير ما في ملابس غير. اوه في لبس الهلال ابي هذا مش دخل ما تشتغل الهلال في الموضوع بس ابي كوين مسدس كاتم التارجت هذه العجوز ما شاء الله جايهم بدباب الهدف حرمه واحده بس عدوا يا اخوان يلا بسم الله سلام عليكم لازم ما يشوفوني من البدايه اصبروا هذه اذكرها انا اذكر السيناريو اذكره في محقق بيجي وبيحقق في جريمه قتل في طريقه الظاهر اني افوز فيها اني اخذ لبس المحقق او شيء خذ الشاتجن ونفضهم شاتجن وين في طيب في غرفه في انا لازم اوصل قبل المحقق للبيت بنحاول يعني نخش البيت وبحاول اسرق لبس المحقق لازم تذبحه لازم اذبح المحقق لا يا اخوان التارجت هذه بس الحالة بس كيف راح اخذ لبسه ترى بيجي مع الباب اللي قدام ما عليك عندي انا الحس حق الهتمان موجود شوفوا السبك هذا هو السبك هدفنا شوفوا يوم استقبلت الشغالة اشهر محقق تقول لازم تقتل محقق وتكون انت بس انا كيف انفرد بالمحقق هذا هو السؤال وراح نكتشف بعد شوي بس انا في باب مفتوح يا عيني يا هتمان طلع مو باب طاقه احسبها باب والله شوف هذا الحين بيستقبل المحقق صح طيب خلونا نستكشف تعال هتماني بيك تعال بنطحك نفس زيدان تعال تكفى يا الجير اثبت طالبك يلا 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 خلصنا بسم الله وصل المحقق الان بيسوي سيف كل شوي والله لسوي سيف كل شوي بيعطيها وش الدخول السلام عليكم في جريمة قتل هنا أنا موجود تراني أي شيء تبون أي شيء تحتاجونه ترى عادي حق السلام عليكم أنتي طيب هلا شكلهم بيجون يسوون معي اللقاء الحين اصبر شوي تقول أكيد إنك تبغى تبدأ من مسرح الجريمة أكيد وديني عندي ما شاء الله شكلهم عائلة عريقة في إنجلترا شوفوا هذا مثلا شوفوا هذه ويعب والله انك شين ما شاء الله والله بيتهم رهيب دي بس بحدد مكان العجوز هلا جايك بعد شوي انت هدفي طيب يقول لقوه ميت في غرفته من هو اللي ميت في غرفته طيب اوه انت اللي ميت هلا الله يغفر لك ان شاء الله اوكي طيب شلون الحين هو ترى متسمم اوكي معناته في احد مسممه ابي اورط العجوز انا عجبتني الفكره هذه والله توريط العجوز عجبني ما في اشياء غريبه هنا شيء بول وش بول بوك باب سري البس نفس لبسه وقول لهم اني ما متلاعد هم مجانين عاد هلا بالغالي طبعا هم ارتاعوا دخلت الغرفه بعدين طلعت لهم من قدام خرشوا ما يدرون في باب سري الغرفه ايش وضعها اوه في لابتوب لازم تعرف قصه العائله وانا اعرف قصه العائله فاضل امهم انا اصبر اجل اصبر نرقى خلينا نجمع ادله اكثر وشو معليش طيب انا المحقق المفروض ادور في كل مكان عادي يا ليل النشبات لازم اغير لبسي لازم اجيب له وقت الوفاه تعال ما يمديني احقق مع ذا الو اخوي ايوه في ورقه ايوه يمكن في هنا Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. في دليل. هذا وشو بيه؟ بخاف افتح يا عيال ويطلع انذار ولا شيء. ارجع الخادم كاني حددت الوقت اللي هو يقول. السلام عليكم اخوي تراني ضبطتك. يس تكفى قل يس.
Yes, تكفى. Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madam. بكون محقق يا إخوان. عاد إذا هجت. شو نسوي طبعًا إذا هجت؟ نسوي كذا. إذا اشتغلت هذه الأغنية يعني خلاص. طبعًا شو أنا محقق ومعطيه ظهري ولابس نفس القبعة. الحين حقق. أبشر أبشر. تعال يا ابن الذين أنت تعال. يا كلب. معني. خوي. 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 لا تسوي نفسك مشغول. يا إخوان هذا في ناس يطلبون فلوس. أوح. اوكي تعال سمعتك كنا من الزبالة تعال اسمعني وجاوب على الأسئلة لو سمحت وين كنت جاوب وين كنت جاوب ها طيب دقيقة بشوف الجيب حقك معك شيء غبي شايف مخابيك بقى سؤال ثالث شفت شيء مثير للشبهة أمس؟ يا عيال جلس يفضح الشايب يقول طيب يمكن الشايب واللي ذبحه أخوي خلصت أسئلتنا فأنت إلى الآن هذا برا دائرة الشبهة أنت خليك هنا لا تتحرك من ذا الغرفة وين راح؟ إيه أشوى إيه خليك هنا انطق لا زال مشتبه فيه ما شاء الله تبارك الله دايب والله لو دروا عني ترى دروا عني يا هشوة لا ما دروا طيب وش ده بتمشى بالشاتقن على كيف أمك هي طيب الحين من باقي في البيت حقق معه شغالة كان في شغالة قبل شوي لا يا أخوان شوف سني كابتن الله يهديك كنت شاتقن وراي سولف معه هذا استحلى وجهك يا الهطف سولف معي أنا دقيقة بس أنا بشيك على إذا في دليل ولا شيء هنا ولا شيء كمل كمل أسمعك تعالي أنت تعالي وين راحت ذي الشغالة وينها أبحقق معها تعال آه ما يمديني أنت تعالي أنت من وين طلعت أنت هذه شكلها تقرب لهم بنتهم ولا شيء هنا هنا أنا هنا هنا ناظريني اه معليش طيب اسف يلا الحين بسالك السلام عليكم ما يمديني اسالها ايوه الحين لو سمحتي باتريك ايوه اشوف هذه والشيط بس اصبري طيب دقيقه خلينا نشوف ايش عندكم هنا ابسال هذولي لو سمحت انتم شكم معلقين ولا محنطين انتم طيب الحين كم باقي شخص في البيت ممكن نستجوبه ايوه تعالي انت تعالي تعالي باقي هذه باقي هذه اوه ما شاء الله العائله هنا اوه وش فيك ايش فيك معليش معليش ها معليش ها اعتبرني ماني موجود يلا نعيد المشهد يلا اكشن يعيدون المشهد خلونا نحتر لين يخلصون. السلام عليكم. بس اسألهم واحد واحد يوه. والله ودي اروح اذبحها على طول ايش رايكم؟ بس ودي احقق في نفس الوقت. خلاص خلصنا من التحقيق معك تعال انت يا كلب. مسوي فيها قايم علي قبل شوي جاوب على الاسئله. ايه في باقي سؤال. خلونا نوتره يا عيال نجي من وراه. نسولف من ورا الكنب عشان يتوتر يمكن يجاوب ولا يقول شيء. وش السليك انا راوند لا اشوتك بس راح انقل انقل على المكسيك بس انقل انت وجهك انت كنت تسوي امس انت تعال اوكي ابغى احقق معهم كلهم بعدين اسوي سيف خلصنا بقى سؤال واحد اخير خلاص يلا بتحرك عشان اوتره بعد ايه يمكن يجاوب ولا شيء ما توترت والله انا شحنت انا تعال سيف يا ساتر كل شويه الاقي تعالي هذه شكلها اللي اكتشفت الجثه شكلها السلام عليكم انت بعطيك معلومات تعال يا اخي اثبت يا اخوان والله شوفوا من نفسه ها شوف شوف يلا
ايش قال ما سمعت؟ بقى العجوز، والعجوز في قسم خاص ما يمديني اروح له. خير ان شاء الله خير. خير. ايه وخر وخر. الله العظيم. بعد قليل الحياة. وتاري يدوم اسكت اسكت بس. خير محقق ثراني انا يا الغالي. ايه انا حسيت اني لازم اخذ لبس المصور. ولازم اعطل هذه. تعال. حلو. 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 شافوني شافوني دروا عني. الحل الثاني اني اروح اذبح العجوز. بسرعة بسرعة اعطوني اعطوني. اذا هو الحل الثاني بروح الحين واخذ ام الشاتقن. وافجرها. العجوز العجوز وينها؟ ها؟ ايش فيك؟ العجوز وينها؟ جايك جايك جايك. اوه اوه كثار. الو من وين طلعوا ذولي؟ من وين طلعوا ذولي؟ كان طلع الموضوع صار كود. ايش في؟ من وين طلعوا؟ والله يا اخوان ابي اخلص بس المهمه بسرعه. ابو شكلك بس. لا كل ما جيت اذبح واحد طلع واحد وراه. شلون؟ بموت بموت. بعيد بعيد بعيد. شوفوا جاء واحد. يا الله يا هم كثيرين. تعال يا ابن ال تعال. انا ما عدني بالمحقق. انا السكيورتي. وين شغال؟ اوه ايش تبون فيني؟ صح هذا يعرف وجهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يس يس يس. كيف الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. من وين اطلع؟ من وين اطلع؟ سيف سيف مني. من وين اطلع يا اخوان؟ تكون والله المنظر حلو. حلو والله المنظر. البلكونة. لا يبلغ. يقرع ام ال يا اخوان في جثة جوا. مشكلة ما طلعوا لي ما طلعوا لي. اقتل الشايب. شايب مين؟ من شايب مين؟ ما في احد ما في. بنقذ نفسي انا بنقذ نفسي واطلع. السلام عليكم اخوي. مديني اقص هذه شيء. ودي اسوي فساد اكثر انا. احس اني ما سويت فساد. فايند ذا مدري وشو. باقي مهمة. لا يا شيخ. لازم الفايل. وين في ذا طيب؟ بينا درج بالله. لا حمام ذا حمام. اطلع اطلع اطلع. السلام عليكم انا سكيورتي الحين ادخل غصب عنك ولا نطحتك نطحة زيدان. وين غرفة العجوز؟ لا هذا شلون 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 تعرفني؟ انت ما كنت تحت اصلا. شلون تميزني؟ يا الغالي كلم خويك لا شخصا. يلا هذا غرفتها؟ هذه غرفتها يا عيال. هذا مبلشني. ادري انه يمين بس اصبر. ايوه كلميه كلميه. اوكي السلام عليكم. سويت نفسي طبيعي انا. الفايل مع الامن. اوكي طيب بسوي نفسي طبيعي بسوي نفسي طبيعي. ايه صح. اسكتي اسكتي اص. تعال تعال هنا. اوكي خلاص خلاص. وين وين وين؟ اصبر اصبر اصبر. صح صح. تعال 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 يا اخوان خلصته. طيب الحين وش الخطوه؟ وش الخطوه اللي بعدها؟ ما استفدنا شيء طيب من ذبحه البني ادم ذا. اللوحه فيها شيء. اللوحة فيها شيء. الفايل جوا الخزنة. الملف جوا الخزنة. طيب كيف نفتح يخرب؟ دقيقة.
سوري لود. اطلق على خشمه يعني. ولا لعبتهم علقت ذي ولا شو الوضع؟ ما تقدر، لازم العجوز اللي تفتح. من وين اجيب العجوز انا؟ يلا رقيها الدور الاخير. ممكن اروح اكلم العجوز وانا بلبس المحقق. العجوز انت قتلتها؟ لا انا سويت لود. صح. طيب وشو يعني الحين؟ توهقت؟ طيب وش السوات؟ توهقنا؟ وش ذا؟ peculiar icons above the safe. في رقم العجوز اللي ذبحت. وش توقع الرقم السري؟ يعني هم عائلة تافهة وش توقع؟ والله لا ابحث في النت يا اخوان، ما فاضي. سيف سيف الرقم. والله 1975. والله 1000 ابغاها مع الاغنية. 1975. اجلود خلصنا. اوف اوف اوف، في تشويش من وين اطلع؟ ان شاء الله الجزء الاول بنزل. شلون تمشي الحين يا على كيف امك؟ هي الوضع ولا وش السالفه؟ يا الغالي يا الغالي هديها يا شو اسمه جيمس بوند. لازم. اوه ولد، من طلعوا ذولي؟ اوكي طعم الغبن الشايب. راح الشايب. امش، الله يقلع بالراس. اوكي يا شيخ، ساعتين وعشرين دقيقة خذت في مهمتين. والله طولت، تعبت يا اخوان. اتوقع هذه سويت فيها مهام اكثر الصراحة. الحين خلصنا دبي، خلصنا انجلترا. اوكي في عرض بعد. ايوه don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. Find Olivia. I want to do. ما ادري شو اقول. I wish there'd been more time. اوه قتلوا صديقك. من هو صديقي اصلا؟ Thank you, Miss Burnwood. Now it's my turn. شكرا على الفولو. السالفة. هذا. لا يا شيخ. لا أسافة يا شيخ. بس دقيقة، هذا خوينا 47. Walk away or what? You gonna take us all on? أيوة. Don't. Tell the constant to start running. Wow. You think you've won? 47 is out there, and 47 never misses his mark. شكل بيقتلون ذي بعد. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. هي خانتك. طلع ابليس ها. ذبح نفسه ذا. Gray is gone. انتقم من عادل. وش دخلت؟ We're all that's left now. افا. خلاص مشينا على دبي، بعدين رحنا انجلترا، وانتم قلتوا لي ان المانيا طويله، فشكلي بيلها بث لحالها.